يخوض المنتخب الموريتاني تحت قيد مدربه كورنتان مارتينيز معسكرا إعداديا في منطقة سالو الكتالونية من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل مباراته المقبلة أمام الكاميرون في تصفية كأس أمم إفريقيا. مراسلنا أشرف بن عياد يقربنا من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كلهم يحملون رسالة واضحة، الدفاع حتى آخر رمق من أجل التأهل لأول مرة إلى كأس الأمم الإفريقية. الحديث هنا عن المنتخب الموريتاني الذي يقيم خلال هذه الأيام معسكرا في إقليم كاتالونيا من أجل التحضير الأمثل للمواجهة المقبلة على أرضه أمام الكاميرون. رغم صعوبة المهمة تكبر الطموحات بين اللاعبين مع اقتراب موقعة 3 يونيو، بما أن الفوز بها سيمكن تشكيلة المرابطين من احتلال صدارة المجموعة. أتوقع المباراة ستكون مباراة صعبة، سيكون هناك ضغط، لكن سيكون هناك ضغط إيجابي علينا وإن شاء الله الضغط سلبي على المنتخب الكاميروني ونحقق إن شاء الله الحلم المرتنين ككل إن شاء الله. مباراة صعبة، منتخب الكاميرون غني عن التعريف، ولكن نحن سوف نبذل كل المجهود اللي عندنا من أجلنا كان نحقق إن شاء الله الفوز. ثقة بالنفس موجودة وخصوصا على ملعبنا، ونعرف أننا قريبنا من الحلم وسنحققه إن شاء الله. لكن إن شاء الله حلم الموريتاني كله أن نعود فايزين بالكاميرون، وبعد فاز الكاميرون أودوا متأهلين لكأس إفريقيا. في إطار هذا المعسكر سيخوض المنتخب الموريتاني مباراة ودية أمام الغابون يوم السبت المقبل بالمدينة الرياضية لنادي إسبانيول، خصوصا وأن الهدف الرئيسي للمدرب مختيس ولاعبيه هو الاستفادة لأكبر قدر ممكن من تجمع حارسة اتحادية الكرة على تأمينه بأفضل طريقة ممكنة. لقد جئنا إلى هنا للعمل في ظروف جيدة، فنحن نتدرب في بنية تحتية مميزة من أجل التركيز على مباراة الكاميرون، ولحسن حظنا سنلعب أيضا مباراة ودية أمام الغابون. إدارة اتحادية توجد ظروف حسنة للاعبين من فندق للملعب من أجل تحضير مباراة الكاميرون، وإن شاء الله التوفيق إن شاء الله. على أرضه وأمام جماهيره سيحاول المنتخب الموريتاني بعد أيام من الآن الوقوف في وجه الكاميرون والاقتراب أكثر من حلم قد يصبح حقيقة. أشرف بن عياد في إن سبورتس كاتالونيا.